عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم مادلين كيجي خفيف ورطب بحال الشكل المادلين اللي كيتباع في المحلات. طريقة التحضير ديالو سهلة والمقادير في المتناول كاقتراح للكوتيل لوليدات المدرسة. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر وعلى بركة الله ناخذ المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو في هذه الوصفة: 3 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، انا عبرت بالكاس ديال الياغورت، 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، كاس ديال الياغورت بنكهه الفانيلا، كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال الحليب بحراره المطبخ، وكاس وربع ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق، الا بغيتو ديروا غير كاس ديال السكر تقدروا ديروه. كيس ونصف من خميره الحلويات ما يعادل 12 غرام. نكهه ديال الفانيلا تقدروا تعوضوها بالكيس ديال الفانيلا، ديروا واحد او جوج اللي بغيتوا. معلقه كبيره من الخل الابيض، واحد الرشه ديال الملح. كنقولها وكنعاود نكررها، راني عبرت بالكاس ديال الياغورت اللي الوزن ديالو 110 غرام. دابا غندوزو طريقه التحضير. غناخدو شي جبانه خاويه، تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي، انا غنستعمل غير الخلاط اليدوي. نديرو بسم الله البيض والسكر سنيدة، نخلطو مزيان. نضيفو الزيت، غنضيفو الحليب، النكهة ديال الفانيلا كتعطي واحد النسمة زوينة لهاد المادلين، غنضيفو رشة الملح، غنحركو مزيان، غنضيفو الياغورت، غنضيفو الخل. هاد الخل هو اللي كيخلي المادلين يجي خفيف ومهوي من الداخل. دابا غنضيف الدقيق، غنضيف بشويه بشويه، نضيف خميرة الحلويات، كما كتلاحظوا معايا الخليط كيجي على هذا الشكل. دابا غنغطي هذا الخليط بالسيلوفان وغندخلو للثلاجه لمده ساعه المكانه. الا ما كنتوش يعني عندكم الوقت مزروبين شبيه تقدروا تخليوه مده اكثر، كل ما بقى الخليط المادلين في الثلاجه كيعطي نتيجه احسن في الطياب. بعد ما دازت ساعة على العجينة ديال المادلين، أنا جبتها دابا من الثلاجة، غنزينو هاد المادلين ديالنا بالقليل من اللوز إيفيلي. راه تزيين كيبقى اختياري، تقدرو تزينوها بلي بغيتو، قليل من السكر سنيدة، غنحركوها واحد شوية. كما كتلاحظوا خديت هاد الصينيه ديال المادلين، درت فيهم كويرطات ديال المادلين. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا ديروا غير كويرطات بوحدهم فوق الصينيه ديال الفرن، غيكونوا من النوع اللي ما كيتحلوش. غناخد مغرفه، خصني ندير نفس القياس. ملي نديروا العجينه ديالنا ما نعمروش الكويرطات حتى الفوق، نخليو تقريبا ثلث خاوي. انا كتهز لي دابا مغرفه ونص، ثم الا استعملتوا المعلقه تقدروا ديروا جوج معالق على حسب القياس ديال المعلقه ديالكم. الا ما كنتوش مزروبين بهاد المادلين تقدروا تخليو العجينه في الثلاجه مده طويله، يعني توجدوها في الصباح، في العشيه عاد ديروها في الكويرطات ديروها طيب. اللي بغات دير كميه كبيره
تقدر تضاعف المقادير باش تحصل على كميه كبيره وتحتفظ بهم في المجمد، يصلحوا لوليدات المدرسه حسن ما الانسان يبقى يشري كل ساعه. راه ميزانيه من الافضل الكوتي ديال الوليدات ديالنا نوجدوه في الدار بلي متوفر عندنا، ونبدعوا كل مره نديرو يعني نديرو النوع. الوليدات الصغار كيبغيو التصغير، راه كتقدري غير معجينه وحده توجدي بزاف ديال الشكيلات. غنبقى مستمره على هذه الطريقه حتى نكمل هاد العجينه كامله اللي عندي. دابا غنزينوهم باللوز ايفيلي، تقدروا تزينوهم لي بيبيت ديال الشوكولاط او تخليهم على طبيعتهم، ما دير لهم غير شويه ديال السكر سنيده. نضيف ندير واحد شويه ديال السكر سنيده. الفران راه كيسخن، ندخل الصينيه ديال المادلين ديالي غنديرها فوق العافيه بحال اللي كنطيب الكيك على عافيه مهيله. وعاد ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالها. بعد ما وجدوا لي المادلين ديالنا غندهنهم بواحد شويه ديال ناباج. انا حصلت هنا على 12 حبه وعندي 6 مازالين في الفران، مازال ما وجدوش. كميه عطاتني 18 حبه، الا بغيتو كميه كثيره تقدروا تضاعفوا المقادير. غندهن هاد لي مادلين ديالي، يعني هاد المرحله هادي كتبقى اختياريه ديال الناباج اللي بغى يديرها واللي بغى يستغنى عليها. غنكمل الدهن وندوزو نشوفو الشكل النهائي للمادلين ديالنا. المادلين اللي حضرنا هو هذا الشكل النهائي ديالو كما كتلاحظوا معايا، راه ساهل في التحضير، مقادير في المتناول. غنشوفوا دابا الشكل ديالو كي جا من الداخل. كما كتلاحظوا معايا راه كيجي رطب. كما كتلاحظوا معايا كيجيو خاويين من الداخل ورطب. طريقه التحضير ديالهم راها سهله ومقادير حتى هي في المتناول. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.